بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نبتدي نحمد الله ونشكر عبده. شعيب ابن ضغثون ابن عبقة ابن يافت ابن مدين ابن إبراهيم الخليل. ضغثون رجل اختيار طلب من الله أنه يعطيه ولد من شان يحفظ الشعب. اجي شعيب سماه شعيب. شعيب خلق في بلد اسمها مدين بالحجاز من جهة الشمال. حتى هو كل الوقت مدين أهله ما كانوا شملاح، كانوا يخزنوا الحنطة والشعير ويتربصوا فيها الغلة، وعندهم مكيالين حتى أنه إجا ناس أبتاعوا منهم 100 مكيال خاص 20 مكيال. أحكولون شتموهم، إجوا على شعيب مشي معهم لقاهم عم يعبدوا الأصنام من دون الله. فقال لهم يا قوم اتقوا الله وما لكم من إله سواه، وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءها ولا تمشوا على الأرض مرح بعد إصلاحها. فمنهم ناس قالوا له يا شعيب كثرت الحديث علينا ولا نعدك من الصالحين، فإذا كنت نبي أعطينا شيء كسفا من الله حتى نأمن فيك. قال أصنامكم شهداء عليكم، إذا نطقت الأصنام لشعيب تأمنوا؟ قالوا نعم، لأنه كبير البلد اسمه عمرو والكنية تبعه أبا جاد، يعني هو الملك تبع مدين. فأقبل على الأصنام قال أنطقوا أيها الأصنام بأمر رب العالمين من الله ومن أنا. فنطقت الأصنام أن الله ربنا لا إله إلا هو وشعيب بن ضغثون رسول الله، وتنكست عن كراسيها وخربت ولم بقي صنم صامد. الصنم اللي كان للملك يعني كان محلى في جوهر بالذهب واسمه مرمش، حتى أنه شعيب دعا الله تعالى دخلوا في السراديب إجوا عليه الحم، طلعوا استظلوا تحت غيمة فأمطرت عليهم نار وشرار وحرقت أكبادهم. فشعيب فرق الإشي على اللي طاعوا معه وإجا ماشي من مدين على عمان على السلط على الوادي، إسا بقولوا الوادي شعيب، حتى إجا ماتون.